ماذا أعبر عن محاسن ذاته والبر والإحسان بعض خلاله والذوق بعض صفاته والحسن بعض سماته والنبل بعض خصاله. وهو الحبيب لكل قلب واله يا خاتم الرسل الكرام يا لوكة من خادم فانظر إلى أحواله بلغه ما يرجو فأنت مقدم في حضرة المولى وفي إفضاله. إني رجوتك عالما أن الذي يرجوك يبلغ منتهى آماله والله حولنا عليك لأنه أعطاك مفتاح الكنوز بحالك. يا رب يا رب هذا مصطفاك وسيلتي فاجعل قبولي اليوم في إقباله واجعل صلاة الخلق في ميزانه وعبادة الثقلين في أعماله. واجعل سلامك في مطالع فاله والآل والأصحاب ما لب امرؤ بالحج والتوفيق في إهلاله والغوث والأوتاد أقمار الهدى والقطب والنجباء من أبدانه.